الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تمارس سياسة ازدواجية المعايير في التعاطي مع الملف الإنساني، تتجاهل الأزمات الإنسانية التي تقوم بافتعالها في منطقة الشرق الأوسط، سواء في العراق، في سوريا، في اليمن، وكذلك في لبنان وعدد من الدول الأخرى، سواء من خلال تدخلاتها العسكرية ووجودها العسكري في المنطقة، أو من خلال يعني فرضها للحصار الاقتصادي أو الإرهاب الاقتصادي الأحادي الجانب، والذي من شأنه أن يؤزم الملفات الإنسانية ويزيد من تعقيد هذا الملف الإنساني. أنا بعتقد كمان ومو بعتقد بتأكد من هذا الشيء إن هي أمريكا سبب كل الأزمات اللي عندنا والإنسانية، وبتدعي إن هي مصدر خير ولا مصدر هذا، وبالنهاية هي كلها استغلال ونهب. يعني هي مثلا بتدعي إن نحن نحمي اللاجئين السوريين، وبنفس الوقت هي بدها تيجي تحتل سوريا وتنهب سوريا.